وفي التطورات اليمنية، استأنفت طائرات تحالف دعم الشرعية شن غارات المساء السبت على مواقع وثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي في أنحاء متفرقة من العاصمة صنعاء. شهود عيان أفادوا أن مقاتلات التحالف قصفت مواقع للميليشيات في منطقة النهدين جنوب العاصمة وفي معسكر الفرقة الأولى مدرع شمال غرب مدينة صنعاء. غارات جوية للتحالف صباح السبت استهدفت مواقع ومعسكرات ميليشيات الحوثي. الغارات تزامنت مع تشييع صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي للانقلابيين. التشييع تم في ميدان السبعين وجامع الصالح بحضور قيادات حوثية أبرزهم مهدي المشاط الرئيس الجديد لما يسمى المجلس السياسي ومحمد علي الحوثي وعبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الانقلابيين. التشييع تم في أجواء من الخوف والارتباك جراء الغارات الجوية التي عاشتها صنعاء ليلة الجمعة. مصادر في صنعاء أكدت فرار العشرات من الميليشيات أثناء التشييع، حيث استهدفت إحدى الغارات مواقع الميليشيات في دار الرئاسة ومحيط ميدان السبعين، وحدثت انفجارات عنيفة في محيط المنطقة ما تسبب في حالة ارتباك وهلع شديد وسط صفوف الميليشيات والذين حضروا التشييع في ذات المكان. يأتي ذلك عقب غارات عنيفة شهدتها صنعاء ليلة الجمعة استهدفت مقر وزارة الداخلية ومعسكر النجدة وقاعدة الديلم والدفاع الجوي والنهدين ودار الرئاسة وجبل نقم والحفا. الغارات أسفرت وفق مصادر يمنية عن مقتل نحو 38 مشرفا أمنيا من الميليشيات، حيث استهدفت اجتماعا أمنيا في مقر الداخلية للتنسيق لتشييع الصماد بحضور قيادات أمنية حوثية. الحصيلة النهائية للقتلى لم تتضح بعد، حيث تتكتم قيادات الحوثي عن الإفصاح عن حجم الضحايا الحقيقي. وصل وزير الخارجية